بسم الله على بركة الله. السلام عليكم البنات، كديرين بخير؟ لبس عليكم هانين. اتمنىكم ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير. اليوم مرحبا بكم في القناة ديالي، غندير لكم واحد الغريبة مع الكا ان شاء الله، بالكوك والججلان والكوكا ان شاء الله. اليوم بسم الله عندي هنا جوج معالق ديال الشكلاط كاكاو، هما عندي ثلاثة الخمارات، عندي كيس فاني، عندي ثلاثة الكيسان جوج سنيدة واحد سكر كلاصي، وعندي ثلاثة الكيسان زيت، وعندي هنا أربعة المعالق ديال الكوفيتير ديال المشماش، وعندي أربع كاس ديال المزهر، وعندي قبيصة ديال الملحة، عندي رابعة ديال الججلان محمر ومطحون، ممطحونش بزاف، وعندي رابعة ديال الكوك، وعندي رابعة ديال الكاوكاو اللي مطحون خضر ما محمرش، عندي هنا النكهة ديال اللوز، عندي ربعة البيضات. بسم الله على بركة الله ان شاء الله. هنا البنات كنبدا بربعة البيضات هما الاولين، هنا كندير السنيدة ديال الكاس الثاني، نعود ندير سكر كراس، هنا البنات هاد المعلكة راه كتجي ناجحة، كتجي مزيانة. وتبعوا معايا المقادير من الاول حتى الاخر، راه تنجي كويسه ان شاء الله. هنا عندي الكاس الاول، عندي الكاس الثاني، هنا عندي الكاس الثالث، قبيصة ديال الملح البنات اللي قلت لكم هي هاد شويه، هنا الكوفيتير ربعه المعالق كبار ديال المشمش، هنا البنات ربع كاس ديال المزهر، هنا البنات هاد الغريبية راه زوينة، راه هاد المعلكة راه كتصداق و تتفرقع نتوما غتشوفوها كاملة كتشقى. هنا هاد النكهة ديال اللوز البنات أنا كنديرها كاملة، هنا كندير ججلان رابعة رابعة، هنا الكوك، بديت نخلط هادي ونعاود هنا الشكلاط كاكا لي وريتك، هادو الخمارات البنات، ثلاثة الخمارات كديرو فيهم، هنا الفانيليا،
البنات الحلوى هي هذه المعلكه انا جمعتها وهي تتبقى بحال هكا رطبه باش كتجي مشقه. وانا المولفه كتهز ليا جوج كيسان ديال الفورس، واليوم هزت ليا ثلاثه الكيسان ديال الفورس على حسب هذاك الكوك ميد المولف. الا كان الكوك ناشف راه الا كان الكوك من داك النوعيه الناشفه راه يقدر ما تهز لك حتى حاجه، تقدر تهز لك هذوك رابعه رابعه. كان الكوك شويه ميدم تقدر ديري فيه. انا دابا هزت ليا ثلاثه الكيسان ديال الفورس ديال الطريقه ديال كندوزها في المزهر ديال السكور كلاص، وكنديرها في الفران لتحت هو الاول تتشق عاد نطلعها الفوق. يا البنات نتمناكم تجربوها، ولكن تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. هي تتبغي العجينة تبقى رطبة شوية. أنا البنات نستمر تنكمل ونشارك معكم. أنا البنات ها الحلوى جمعتها، هي المعلكة جمعتها، وأنا راه موالفة تهز ليا جوج كيسان ديال الفورس. واليوم عندي داك حبيباتي البنات، هي المعلكه خرجتها من الفران. شوفوا الطريقه ديالها كيفاش كتجي. ناره كتجي هشيشه وكتجي رطبه، خليها تتبرد. ها هي الطريقه ديالها، شوف راه كتجي رطبه وهشيشه. هنا البنات انا غندخلها الفران. دابا الفران راه سخون، شوف تكون بعيده من بعضياتها وحقاش هي كتتافخ، وتقدر توصل لبعضياتها تكون بعيده بحال هكا. وانا غندخلها الفران لتحت تتشقق عاد نطلعها الفوق. الطبق النهائي ديال المعلكه البنات ها هي كيفاش كتجي. هي هذه الطريقه ديالها، وراه كتخرج تبارك الله. هانتوما كتشوفوا شحال داك المقادير اللي وريتكم، هادشي خرجات ليا هادشي كامل. ونتمناكم تجربوها البنات، واذا صدقات ليكم وعجباتكم ما تنسوناش من التعليق وخلوا لينا اللايك، وتشوفوا الجديد ان شاء الله بحول الله. ايوا حبيبتي البنات، ما بقى ليا نقول لكم شهية طيبه وبالصحة والراحة. وشكرا لكم نتوما كاملين المتتبعين القناة ديالي، كنشكركم بزاف، ونتمناكم تجربوا هاد الغريب هاد المعلكة البنات. جربوها تبعوا المقادير من الاول حتى الاخر، راه كتجي راه هشيشة. هانتوما كيفاش كتجي كتعلق عا بوحدها. هانتوما البنات راه كتعلق، ها هي راه كتجي رطبه.